لو سألت مي كساب مين أنت؟ سؤال صعب بقى. أمشي قولي. أم فريدة ودليدة ونوح. حلو. وورد. ووردة. نسيتي وردة؟ الكلبة. الكلبة بتاعتها. بقعد أقول لها أنت لازقة أكتر من ولادي. شفناكي في عدة حالات سمينة ونحيفة ومع إنه ما بحبش كلمة بس معجعجة. مكلبظة. 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 دلوقتي مش مكلبظة. عملتي إيه؟ عملت عملية تكميم. والله. بقالي 7 شهور. ما بتاكليش. باكل بتيت. عزمناها على البيت ما كلتش حاجة. والله باكل بتيت كده كل 3-4 ساعات أكل لي حاجة. طيب. صغيرة. عيد اكتشافك في جعفر العمدة؟ أكيد، لأن مساحت الدور بتطورات الدور في بالأحداث الدرامية اللي كانت عندي خلت عندي مساحة كبيرة قوي في أن أنا أنوع في الأداء ما بين كل شوية تراجيدي كوميدي تراجيدي كوميدي تحت فوق. عندي شيء اسمه اسم وصفة. ماشي؟ تفضل. هعطيك اسم تديني صفة له. ماشي. محمد رمضان. نمبر ون وانتو عارفين. أحمد حلمي. أجمد كوميديان في العالم. محمد سامي. مخرج الشعب. هالة صدي. المالكة. مع طبعا الاعتذار للأستاذة أحلام، طبعا دي ملكة الكوميديا. إيمان العاصي. أجمل يعني عايزة كلام. حكي ليه؟ عايزين نقول كتير على إيمان بصراحة. صفة. صفة حلوة فيها. بشعة أو حلوة؟ قولي. حنينة. حنينة. أوكا. أجمد وأحسن رجل في الدنيا. حلو. عيني عاللي غير شكل سنيني، ملاك ده ولا بشر؟ جاني وفي ثواني قلب لي كياني، وأنا كده حالتي خطر، غير مفاهيمي نساني قديمي، وفي لحظة بقى صاحبي وأنتيمي، علمني غرامه حفظني كلامه، هو اللي أنا بضعف قوي قدامه. يا ابن اللعيبة يا ابن اللعيبة، دخلت قلبي بسرعة رهيبة. يا ابن اللعيبة يا ابن اللعيبة، طب ده انت فيك حنية غريبة. هو مين بقى؟ هو محمد. حمائي. مطرب شاطر وذكي واختياراته هايلة طول الوقت في المزيكا. شيرين عبد الوهاب. أكتر صوت حساس في العالم. تامر حسني. نجم الجيل حقيقي. حسن شاكوش. مطرب كويس محتاج يختار كويس ويوظف صوته كويس. رانيا يوسف. القلب الطيب. منى زكي. الأيقونة. مي كساب. 3 أحلام لم تتحقق. أخذ وضعي في الغنى، أخلف 5 عيال، أخويا يرجع يعيش معي. ما شاء الله حلوة، برافو. 3 شغلات بتحبيها بنفسك. الصدق، الطيبة، البراءة. يا إيه؟ بريئة. مصدقة نفسك يا كدابة. أهم 3 ممثلات حالياً. منى زكي، هند صبري، نيلي كريم. حلو. والله ما عنديش أسرار. عندك. قولي. مش هنضيع الوقت، قولي. والله ما عنديش أسرار. عندك. عندك يا ما يعترفي. أول شيء قبل الأسرار، قلدي لي قبل شوية، قلدي لي يا إيمان العاصي. يا نهاري. وهي حنينة؟ كده بتتكلم كده عشان هي حنينة ورقيقة. لا. أنتِ قلديها لا، هي مش إيمان لا. جرى يا حبيبتي. ايه مش عاجبك اللي انا بقوله لك ولا ايه؟ مش بتعمل كده. في لازم ولازم لويه البق. وعاطف هلكنا. انت زملكاويه بس انت والاهلي ايه؟ انا ضد التعصب. يعني انا انت قلنا زملكاويه متعصبه. لا ما انا والله كنت عايزه اقول ان انا مش متعصبه. مش متعصبه. يعني كنت زمان بقعد انا اولا على فكره بقى حاجه اقول لك سر. ما بتفرجش على كوره من سنه 2011. ليه؟ ايه ده؟
ليه؟ لاني ما بقتش استحمل التوتر بتاع الماتش. ما اقدرش خلاص بقى في الحقيقه. هلا لو الاهلي فاز على الزمالك عادي عندي؟ لا بعيط طبعا واختفي. شوف لازم اختفي. ده قالت انا مش متعصبه عشان هي تختفي. لا 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 كدابه. اختفي من السوشيال ميديا واختفي من اخوات جوزي لان حفله بقى. شيء اسمه خيارات، مي ومنه. ماشي. مال ام راحت بال؟ راحت بال. مال ام راحت بال؟ راحت بال. مال كتير ولا حب كبير؟ سؤال صعب قوي. انا اجاوب، انا اجاوب. مال كتير حب كتير. ايوه هو ده يا شيخه روحي. فن ام تجاره؟ فن. فن طبعا. حب ولا صداقه؟ حب. صداقه. حكمه ولا مال؟ مال. حكمه. انا توقعتك انت اللي تقولي حكمه وهي اللي تقول المال. لا. هي اللي مصرفه طيب ورد. ما انا ما فهمتش يعني اختار الحكمه في الصرف يعني. لا حكمه ام مال؟ واحد يكون حكيم بس منتوف ولا مريش وما عندوش ولا حكمه؟ لا طبعا لا مريش عادي. مريش. طيب حكيمه هستفيد ايه بحكمتي؟ طيب ورد ام هديه غاليه؟ هديه غاليه. هديه غاليه طبعا. زهقت من الورد. انا زهقت لمحمد كده. لا انا زهقت من الورد والله. زهقت من الورد والشوكولاته بقى. اوعى يا عماري تفتكري بتكلم عليك. خصوصيه على السوشيال ميديا ام كتاب مفتوح؟ لا خصوصيه. خصوصيه طبعا. تاخدي ولا تعطي؟ اعطي. اعطي. عقل ولا عاطفه؟ عاطفه. عاطفه. منصب حكومي كبير ولا عمل تجاري مربح؟ منصب حكومي كبير. عمل تجاري مربح. مظاهر تعجب الناس ام راحتك ولو ما عجبتش الناس؟ راحتي ولو ما عجبتش الناس. راحتي طبعا. عقل ام وسامه؟ عقل. لا وسامه برضه. يا ناس ياللي شاغلين نفسكوا بيا ومركزين اكتر مني فيا، مش عارفه ليه شاغلين بالكم وحياتي، خليكوا في حالكم متشكرين على الاهتمام، انا تمام وميه ميه. ويا نحلة ولا تقرصني ولا عايزة عسلك المعسل، يا ما نفسي ألغي ناس كتير من حياتي بس بكسل، وبقول لو تسيبوني لنفسي يا سلام، والله نفسي. مش عايزة سؤالكم كتر خيركم بطلنا نمثل. وادي يا وادي يا جاي.